معناتها شوفي احنا لما نتكلموا على الزواج بالطريق الغير التقليدي، احنا اول شيء نتكلموا عليه، نتكلموا اولا على الحب. الحب في الدين تاعنا لا ينكروه، بالعكس ديننا دينه دينه محبه ويطالبنا باننا نتحبوا، لكن في ضوابط شرعيه. لما تكون بين جنسين كاين ضوابط شرعيه اللي تؤدي بها للحب باش ينمو هذا الحب ويتعزز ويتكرم وينتهي بالزواج، وخاصه الزواج يعني راح ينمي لي هذا الغريزه اللي هي فطريه فينا. نقول انه الاسلام ما ينفيش مساله الحب، لكن ضبطها واعطاها ضوابط شرعيه ما لازمش نخرجوا عليها. قضيه انه الفتاه تبحث عن الزواج امر طبيعي. نشوفوا سيدنا عمر بن الخطاب لما توفي زوج ابنته حفصه طلب عثمان وطلب ابي بكر باش يتزوجوا بالبنت تاعو، فنشوفوا انه حتى في السيره النبويه موجوده هذه عادي. نعم. سيدتنا خديجة طلبت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الأمور هي طبيعية لكن عندها ضوابط، عندها أطرها. احنا ما ننفيوش أنه هذه المواقع الآن أصبحت ضرورة، حتى أصبح شبابنا خرجوا من الزواج التقليدي اللي هما يروحوا يخطبوا للديار إلى زواج آخر هو افتراضي أو علاقة افتراضية عبر هذه المواقع، وتنشئ هناك العلاقات وتنشئ صداقات وتولي علاقات ثم تولي أشياء أخرى قد تؤدي إلى زواج وقد لا تؤدي إلى زواج. ما يشكو العلاقة أدت إلى زواج. لكن كثير من الشباب يقول لك أنا نبحث على الزواج عن طريق الفيسبوك، والبنات تقول لك خليني أنا نسي ظهري ونحاول نتواصل لعل وعسى أني نبحث عن الزوج. إذا كان في زواجنا تقليدي يجي الزوج ويجوا الأهل تاعه ويشوفوا الطفلة ويشوفوا الأهل تاعها وكاين مشاكل بيناتهم وكاين ظروف وين نرفضوا ما نقدروش يتأقلموا، هل الزواج بشاشة كمبيوتر ولوحة مفاتيح وأصابع نقدر نطيح في الزوج المناسب؟ أكيد هذه تبقى علامة استفهام. هل ممكن، هل الحب اللي هو مشاعر، المشاعر تحتاج أنه هذا الطرف نشوفه، المشاعر تحتاج أنه هذا الطرف نتعايش معاه، هل المخيلة وحدها تصنع مني حب وحب مقدس يؤدي بي إلى زواج؟ شوفوا شبابنا خرجوا من الإطار التقليدي وحتى من الإطار الشرعي وراحوا إلى إطار خيالي فضائي وهمي أكثر منه واقعي.